كلامنا النهارده عن المياه في بلادنا وعلاقتها بالعالم القريب اللي حواليها والعالم الكبير اللي بيجمع البشرية كلها. وممكن تسأل حضرتك الحقيقة ليه نتكلم عن المياه؟ ايه الجديد؟ أجاوبك إن العالم كله بيتكلم عن المية مش من النهاردة لكن من سنين طويلة، لأن رغم إن المية بتمثل 71% من مساحة الأرض الكلية إلا إن 2.5% بس من المية الموجودة على الكورة اللي احنا عايشين فيها هي اللي صالحة للشرب للزراعة، والباقي من 71 يعني 97.5% تقريبا هي مياه مالحه او غير صالحه للانسان والزراعه. من هنا طلع من سنين مصطلح حروب المياه، بمعنى ان الحروب ممكن تقوم بين الدول بسبب المياه اللي هي عمله غاليه قوي وقليله وملهاش بديل في عالم بيزيد ووصل النهارده تعداده لاكثر من 8 مليار بني ادم. مش بس كده، لكن سنه 1992 اعلنت الامم المتحده يوم 22 مارس من كل سنه يوم عالمي للميه. على رزنامه الحياه نلاقي ان يوم المياه العالمي السنه دي يعني يوم 22 مارس 2024 اختارت الأمم المتحدة عنوان المياه من أجل السلام، لأن الصراع على المياه والحصول عليها أصبح أزمة بتواجه دول كتير في العالم، وده ممكن يتسبب في زيادة التوتر في الدول دي سواء بينها وبين بعضها أو بين سكان الدولة الواحدة. وفقا لتقارير الأمم المتحدة هنلاقي أن احتياج الناس للمية الحلوة بيزيد 1% سنويا من وقت الثمانينيات في القرن اللي فات، بينما كمية المية المتاحة على الأرض ثابتة مش بتزيد بل على العكس بتقل نتيجة للجفاف ارتفاع درجات الحرارة. وبالتالي قالت الأمم المتحدة في اليوم ده إن في 2 مليار إنسان بيعيشوا في مناطق عندها صعوبات في توفير المية بشكل كبير، ده غير 4 مليار إنسان عايشين في مناطق بتعاني من ندرة المياه. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما من المناطق المرشحة إنها يحصل فيها صراع بسبب عوامل كتيرة، منها زيادة مساحة التصحر، ارتفاع درجات الحرارة نتيجة للتغير في المناخ. خد عندك مثلا بلد زي تونس اللي بتعاني من الجفاف بقالها 5 سنين، عندها مجموعة أنهار أطولها نهر مجردة اللي طوله 450 كيلومتر بينبع من شرق الجزائر، بتمثل مية الأنهار والمية الجوفية في تونس مصادر مهمة جدا للمية. تونس رفعت في شهر مارس اللي فات أسعار مية الشرب 16% لإجبار الناس على ترشيد الاستهلاك أو تقليله. مش بس كده، لكن كمان قررت إنها في توزيع مية الشرب على السكان يكون توزيع المية بنظام الحصص، وقررت منع استخدام مية الشرب في الزراعة، ده غير قطع المية طول فترة الليل. خلي بالك ان عدد السكان في تونس تقريبا 12 مليون نسمة. لو جينا لبلد تاني زي الجزائر اللي بتعتبر اكبر بلد في المساحة في افريقيا بعدد سكان تقريبا 47 مليون نسمة، بتتوزع فيها مصادر المية على مياه الانهار اللي بتمثل 11 مليار متر مكعب، معاهم 7.6 مليار متر مكعب جوفية، ده غير 2 مليون متر مكعب من محطات تحلية المية اللي أقاموها، و239 محطة معالجة لمية الصرف بتوفر تقريبا 1.3 مليار متر مكعب. الحقيقة ممكن استخدام مية معالجة الصرف في الزراعة مرة تانية. ورغم كده الجزائر عندها عجز مية بيقدر ب 1.3 مليار متر مكعب سنوياً. جزيرة زي جزيرة صقلية التابعة لإيطاليا أعلنت فيها السلطات حالة الطوارئ يوم 29 فبراير 2024 بسبب الجفاف ونقص المية اللي بيضطروا لتخزينها في أزايز وبانيوهات الحمامات، لدرجة إن شرب كوباية شاي في جزيرة صقلية أصبح حاجة يفكروا فيها 100 مرة قبل ما يقرروا إن هم يعملوا كوباية الشاي، زي ما نقلت الحقيقة وكالات الأنباء والأخبار. مش بس كده، لكن منطقة الشرق الأوسط فيها أكتر من بؤرة صراع على المية نتيجة أزمة التعامل مع الأنهار فيها. بالطبع أولها نهر دجلة والفرات ما بين العراق من جهة وتركيا وإيران
اللي بيمثلوا دول منبع النهرين من جهة تانية، واللي من يوم سقوط بغداد سنة 2003 وهم بيبنوا سدود بيحتجزوا كميات من مية النهرين من غير ما يفكروا في حقوق واحتياجات بلد زي العراق في المية، لدرجة جفاف النهرين بشكل لافت وتقليص مساحة الأرض المزروعة في العراق بشكل كبير.